الشقيقين في كل من فلسطين والصحراء الغربية المحتلين يبرز أبشع صور التنكيل بالمدنيين، خاصة منهم الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة أبسط القواعد الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم من التباعد الجيوغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية، إلى أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسة القهر والظلم والاستبداد والسعي بكل الوسائل إلى تشويه وطمس هوية الشعوب المحتلة والدوس على كراماتها بانتهاج سياسة الاعتقالات التعسفية والقتل والتجويع والتهجير الجماعي وإقامة جدران الفصل العنصري والاستغلال الجائر لمواردها الأولية. وشجعهم في ذلك ازدواجية معايير الإعلام الدولي الذي يبرز الاحتلال باستخدام التضليل وترويج صور مغلوطة تقلب الحقائق وتصور المعتدي في ثوب الضحية وتجرم المقاومة المشروعة. السيد الفريق، إذن كانت هذه كلمة الفريق الأول سعيد شنقريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته التفقدية إلى ناحية العسكرية السادسة بتمر راس، أين استهل الزيارة بقراءة فاتحة الكتاب. نستمع قبل ذلك إلى كلمة الفريق الأول. جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية، كما أن استمرار الاحتلال وقمع المقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل الصمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود وإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها. قلت إن استمرار الاحتلال في اقترافه لمثل هذه الممارسات المشينة يهدد الأمن والسلام الدوليين، لذلك فإنه يتعين على كل أحرار العالم الحرص من أي وقت مضى على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان من خلال إرسام واجبات مجتمع الدولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ول عليها الدهر والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع الأمم دون استثناء. إذن كانت هذه كلمة الفريق الأول السيد سعيد شنقريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمر راس، حيث استهل الفريق الأول هذه الزيارة بالترحم على أرواح الشهداء والمجاهد المتوفي هباوي الوافي الذي يحمل مقر القيادة اسمه بالناحية العسكرية. فلنستمع إلى تصريح الوزير أو تصريح الفريق الأول. من هذا المنطلق كانت الجزائر ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضايتين الصحراوية والفلسطينية، لأن الاحتلال ليس مجرد ممارسات قمعية ضد الشعوب المحتلة، بل هو سطو على كيانها
وهويتها ومقدراتها بل وحق مواطنيها في الحياة، وما يتعرض له الشعبين الشقيقين في كل من فلسطين والصحراء الغربية المحتلين يبرز أبشع صور التنكيل بالمدنيين، خاصة منهم الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة أبسط القواعد الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم من التباعد الجيوغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية، إلى أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسة القهر والظلم والاستبداد والسعي بكل الوسائل إلى تشويه وطمس هوية الشعوب المحتلة والدوس على كراماتها بانتهاج سياسة الاعتقالات التعسفية والقتل والتجويع والتهجير الجماعي وإقامة جدران الفصل العنصري والاستغلال الجائر لمواردها الأولية. وشجعهم في ذلك ازدواجية معايير الإعلام الدولي الذي يبرز الاحتلال باستخدام التضليل وترويج صور مغلوطة تقلب الحقائق وتصور المعتدي في ثوب الضحية وتجرم المقاومة المشروعة. إذن كانت هذه كلمة الفريق الأول.